يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لا شك في ضرورة الاعتماد على كتب السلف خاصة في العقيدة، وخاصة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. السؤال: ما رأيكم في اختصار المطول منها وتقريبه للعامة والمبتدئين لشدة الحاجة إليها الآن، ولأن العامة ليس لديهم جهد على المطولات؟ يا أخي هي مختصرة، هي موجودة في 3 أصول كشف الشبهات، وفي كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هي مختصرة. ومنها أشياء اختصرها نفس الشيخ مثل العقيدة الواسطية، هذه مختصرة، هو الذي اختصرها وكتبها عقيدة مختصرة، فالمختصرات موجودة ولله الحمد. نعم.